إليكم عن هذه النشرة الكئيبة، ولكن ماذا نفعل ما دام الإخوان بيننا؟ إليكم أبرز عناوين النشرة. تنظيم إرهابي جديد يقوده قاتل الشهيد السادات. مفاجأة عادية، فيديو بيت المقدس أعدته أجهزة تركية، والمونتاج تم في سوريا. لا أحمر شفايف ولا مرطب، شنط طالبات الإخوان مولوتوف وشماريخ. وإليكم تفاصيل النشرة. لا جديد عند الإخوان وأتباعهم إلا جديد الإرهاب، حيث أعلنت مديرية أمن السويس عن ضبط تكفيري متهم في قضية قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبحوزته سلاح ناري وبعض الأوراق الخاصة بالتنظيم الذي يتزعمه، ويضم سلفيين وكوادر من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي. قال مصدر أمني المتهم تم ضبطه بأحد الشاليهات القريبة من نفق الشهيد أحمد حمدي والقريبة من خليج السويس، موضحا أن المتهم حاول مقاومة القوات بعد مداهمة المكان، مشيرا إلى أن المتهم يمتلك أموالا ضخمة وكان يستعد لضخها لتدشين التنظيم قبل تظاهرات 28 نوفمبر التي دعا لها تنظيم الإخوان. مسؤول ملف العنف الإخواني بالدقهلية في قبضة الأمن، حيث تمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط هاني محمد منصور صالح المسؤول الأول عن أعمال العنف بالمكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بالمحافظة. من ناحية أخرى، نجحت قوات الأمن العام في ضبط 15 إخوانيا صادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة والمتورطين في أعمال عنف وإرهاب، وضبط 5 قنابل وورشتين لتصنيع الأسلحة خلال 24 ساعة الماضية. فيديو بيت المقدس أعدته أجهزة تركية، والمونتاج تم في سوريا. هذا ما أكده الجهادي المنشق صبر القاسمي الأمين العام للجبهة الوسطية قائلا: الفيديو تضمن رسائل هدفها تخويف المصريين وإرسال إشارات للمتطرفين من شباب الإخوان، موضحا أن الفيديو نفذته أجهزة أمنية تركية مدربة تدريبا رفيعا على تصوير ومونتاج هذا النوع من العمليات، وتمت مراجعته في مدينة الرقة السورية تحت إشراف أبو محمد العدناني المتحدث باسم تنظيم داعش، وتم عمل مونتاج متطور له باستخدام مؤثرات صوتية سبق أن بثها تنظيم داعش في أفلامه السابقة، مشيرا إلى أن الانتحار الذي ظهر في الدقيقة 12 من الفيلم لم يكن مصريا. الداعون لتظاهر بالمصاحف خوارج ويجب قتالهم، هذا ما أكده الدكتور أسامة القوسي الداعية السلفي قائلا: الجبهة السلفية الداعية للخروج يوم 28 نوفمبر أعداء للوطن والإسلام وللإنسانية، مشيرا إلى أن رفع المصاحف خديعة وهي طريقة الخوارج، فالجبهة السلفية تسير على طريق الخوارج، مضيفا: هؤلاء أناس ليس لهم عقل ولديهم اندفاع وطيش. شنطة أي بنت في العالم لا يمكن أن تخلو من أدوات التجميل، لكن شنطة البنت الإخوانية مختلفة، فبدلاً من أحمر الشفايف يوجد بالمولوتوف، وبدلاً من المرطبات ستجد الشماريخ، أما السكاكين والأدوات الحادة فتجدها في الجيوب الخفية للشنط، حيث تتحايل الطالبات للدخول بها إلى الجامعات المصرية، ما يشكل تحدياً يومياً للأمن الذي نجح في الفترة الأخيرة من ضبط العديد من أدوات القتال في حقائب البنات، وخاصة الشماريخ التي تنطلق دفعة واحدة في محاريب العلم. وهذا ما حدث مثلا صباح الاثنين، حيث أطلقت العشرات من طالبات جامعة الأزهر الألعاب النارية والشماريخ بمحيط كلية الدراسات الإسلامية، في حين أغلق أفراد الأمن الإداري أبواب الكلية تحسبا لاقتحامها من قبل الطالبات. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.